36 سنة مرت على إنشاء كورال جمعية الصعيد، الحلم اللي حلمت بيه الراهبة سيليست خياط، وحولته الحقيقة في مجتمع صعيدي محكوم بعادات وتقاليد متوارثة. الإخلاص للفكرة، المحبة في تنفيذها، كانوا كلمة السر في ثقة الأهالي وتهافت التلاميذ والطلاب على الكورال. وطول ما هم موجودين هيستمر الكورال وهيكتشف كل يوم أصوات حلوة. وأنا عمل إيه بابو جزمة بيضة والشراب بني، ما قالولي تخدمني عمك قلت يا موري، ما قالولي تخدمني خالك قلت يا موري، ما قالولي تخدمني الغارب صغرت أنا وأمي، ما قالولي تخدمني الغارب صغرت أنا وأمي. لما ابن عمي كل عيش احكي لي بقى، انت دخلتي الكورال ده ازاي؟ كنت في سنه رابعه ابتدائي من الثمانينات تقريبا. كان الكورال عندنا مسير من رباط الكرب المقدس اسمها سير سيليست، هي اللي بدات الكورال معانا كفريق من البياديه. اللي صوته كويس وتحس انه عنده موهبه تختاره، ونبدا بقى كمجموعه صغيره من الاولاد الصغيرين تدربنا بعد المدرسه، ممكن نسيب المدرسه بعدها بنص ساعه كده نقعد معاها نتدرب معاها. والدك قال لك ايه وانت رايحه تغني؟ هو الاول يعني كانوا معترضين كناس من ارياف، طبعا حضرتك عارف انه ده صعب ان احنا ممكن نتاخر او نغني، لكن بعدين بعد ما بدات جماعه السعيد تدخل معانا بدات الاهالي تنفتح وتنبسط يعني جدا ان في اولاد بيغنوا وبنقدم عروضات، وابتدينا بقى نتوسع خالص. يعني عملنا اوبريت كنت انا معاهم، يعني عملت التدريب بس للاسف ما كملتش معاهم لغايه اولى ثانوي، انا كنت معاهم في الفريق. بعدين بقى ابتديت علشان الدراسه والارتباط وكده، واشتغلت كمان على الموسيقى دي اللي انا اتعلمتها من الكورال. اشتغلت مدرسه في احدى مدارس جامعه الصعيد، مدرسه المواذا بالبلد، اشتغلت 13 سنه. مع الخبره اللي خدتها من الكورال ده فادني كتير، كنت مدرسه يعني كويسه نوعا ما. بعدين بعد ما خلصت بقى والاولاد شرفونا قلت لي لا ما ارجعش تاني، ومعايا الاولاد كمان اشجعهم. هنا فرصه ممتازه روعه بصراحه، في الفريق في ناس مهتمين بنا جدا، الجمعية بتوفر لنا مواصلات، كمان في دكتور هيام بتدربنا، يعني حاجة كويسة خالص الواحد يستفيد. قلت لا وأولادي كمان يستفيدوا من الحاجة الكويسة دي، وكمان هما بيتواصلوا مع الأهل. يعني مثلا هنا ما بيكون في حد معترض من أولياء الأمور، هي بتتصل بيه وبتطمن علينا بعد ما نروح وبعد ما نسافر، فمش بس علاقة اللي هو كورال ونروح، لا المسؤولين هنا كأننا أسرة واحدة. فانا اشجع اي بنت فعلا تدخل هنا، وبشجع فعلا حاليا في البلد معايا حد يجي معايا في مداماتها تدخل المرات اللي جايه ان شاء الله. حبيت الموسيقى في المدرسه، كان في مس بتدينا موسيقى، ومن خلال ماما قالت لي ان في كورال تبع جامعه الصعيد بيعلمنا الموسيقى وفي خبرات احسن واكبر.